درجات حرارة أعلى من معدلاتها بكثير لمثل هذا الوقت من العام، وطقس حار إلى شديد الحرارة، وليالي أكثر حرارة من المعتاد، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG، الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير. تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة القادمة من شبه الجزيرة العربية، لتكون الأجواء شديدة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وكما نشاهد من خرائط درجات الحرارة وتزامنا مع بداية فصل الخريف في علم الأرصاد الجوية يوم الخميس، كما نشاهد تبقى هذه الكتلة في ساعات النهار في أجواء المملكة، لتكون الأجواء حارة جدا وقد تصل إلى 40 درجة مئوية في بعض المدن وأيضا بعض أحياء العاصمة عمان. نتمنى السلام للجميع وعدم التعرض بشكل مباشر إلى أشعة الشمس. أما في ساعات الليل كما ذكرنا سابقا تكون الأجواء دافئة أكثر من المعتاد بشكل عام في أغلب المناطق. في العاصمة عمان تكون الأجواء صافية، درجات الحرارة تصل إلى 23 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 12 كيلومتر في الساعة. أما في ثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان يوم الخميس والجمعة، يوم الخميس 36، يوم الجمعة هناك انخفاض بسيط على درجات الحرارة لتصل إلى 34 درجة مئوية، يوم السبت 33 درجة مئوية في ساعات النهار. أما في ساعات الليل تتراوح درجات الحرارة ما بين 23 إلى 21 درجة مئوية. بعض التوصيات الهامة للتعامل مع هذه الموجة الحارة، أولها عدم التعرض الطويل لأشعة الشمس في ساعات النهار، وعدم ترك الأطفال داخل المركبات، وعدم ترك أيضا المواد والمعقمات القابلة للاشتعال، وشرب الكثير من السوائل. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد في مناطق المملكة، نبدأها شمالا من إربد، 37 نهارا 23 ليلا، في المفرق 41 إلى 22، جرش 40 إلى 25، في عجلون 37 إلى 22 درجة مئوية في ساعات الليل، في العاصمة عمان 36 إلى 23، في الزرقاء 41 إلى 24، في البلقاء 36 إلى 23 ليلا، في مادبة 35 إلى 23، وفي البحر الميت أجواء حارة 42 نهارا و 31 درجة في ساعات الليل، الكرك 39 إلى 21، طفيلة 33 إلى 23، في معان 38 إلى 23، في جبال الشراث 33 إلى 22 ليلا، وفي العقبة أخيرا 42 نهارا و 28 درجة في ساعات الليل، في رويشة 42 إلى 28، في الصفاوي 42 إلى 26، وفي الأزرق 43 نهارا و 25 درجة في ساعات الليل. نتمنى السلامة للجميع، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG، الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.